طبعا هون نحن الاكسجين السائل الهواء فصلناه بالغازات، فصلنا الاكسجين لوحده عن طريق التبريد، صار موضوع السيلان يعني صار مسال 100% مثل المي. فصلنا الاكسجين والنيتروجين عن طريق التبريد، هذا اكسجين 100%، هذا البخار هلا عم بيطلع هذا الاكسجين. طبعا تفاعل مع بعضه عن طريق المي والتبريد. صناعي عبد الرحمن قندوسي من مدينة حلب، تأسست شركتنا 1985، نعمل في مجال الغازات الصناعية والطبية وأجهزة توليد الأكسجين والتجهيزات الطبية بشكل عام. سابقا بالمدينة الصناعية في حلب، بالمدينة الصناعية الشيخ نجار، الآن في سرمدة والمدينة الصناعية بصوران عزاز. لوين بتصدر منتجاتكم؟ نحن من هون من غزة الداخل السوري، والحمد لله عندنا تصدير لبريطانيا وعندنا تصدير لاسبانيا مولدات الاكسجين، يعني صناعه سوريه 100%. طيب ايش رايك بتنظيم هذا المعرض؟ والله هو فرصه، يعني فرصه استثماريه للتجار والصناعيين، يعني لتنشيط البلد وحركه اقتصاد البلد. يعني عندنا تجهيز غرف العمليات، وحدات اسره المرضى، لوحات الفصل والانذار السنوي للمستشفى بحال نقص الغازات او فقدان الغازات فبتعطي انذار مبكر. هون عندنا بالقسم هذا مأخذ الأكسجين، مخارج الأكسجين، مخارج الهواء، الفاكيوم، المرطب الأكسجين والفلوميتر بشكل عام، يعني أنظمة الغازات الطبية. طيب. للتجار بشكل عام، التجار السوريين يعني يجوا يستثمروا في البلد هون لتنشيط الحركة الاقتصادية وتهيئ فرص العمل للبلد بشكل عام. يعطيك العافية. أهلا وسهلا.